بعد الغسيل الحمد لله رب العالمين تحسن كثير. المشي عندي كان أول ما أقدرش أمشي كنت وارم، لكن الآن الحمد لله رب العالمين الجسم يعني أقدر أمشي لا بأس. وين كنا وين أصبحنا الحمد لله رب العالمين. قسم يستقبل في اليوم الواحد حوالي 80 حالة غسيل كلى، الغالبية فيهم من المحافظات المجاورة. دعم المقدم من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار 5 أجهزة غسيل كلوي نوع فرزينيز، إضافة إلى محطة تحلية المياه جديدة تقوم بتنقية الماء لعدد 30 جهاز. طبعا البرنامج قدم الدعم تحت إلحاح واحتياج لمركز الغسيل لهذه الأجهزة حتى تخفف من المعاناة لمرضى الفشل الكلوي.